رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعلم، اقرأ، اكتب، فإن الحضارات لم تتقدم ولم تتطور لو لم يتعلم الناس القراءة والكتابة. في القرآن الكريم عندنا أمر بالقراءة، اقرأ، وعندنا حلف بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، لأهمية القراءة والكتابة. طبعا التعلم لا يتوقف على القراءة والكتابة، يمكنك أن تتعلم عن طريق الاستماع، لكن هذا لا يكفي، لابد من تعلم القراءة والكتابة، لأنه لولا أن الناس قرأوا لما تعلم، ولولا أنهم كتبوا لما تجمعت التجارب وتكرست ولم تنتقل من جيل إلى آخر. يعني لو افترضنا أن هنالك أمة من الأمم لا وجود للقلم بينهم، ولا للورق ولا للكتابة، هذه الأمة معلوماتها سمعية، يوم اللي هذا اللي سمع مات خلص، بعد هذا ما ينتقل إلى جيل ثاني وثالث ورابع، خاصة أن الناس ينسون ما يسمعون، وهذا مو كل الناس تحفظ كل الأشياء. الأمم تتقدم بسبب تجارب تتكرس، علوم تتضاعف، وهذا يرتبط بالقلم ويرتبط بالقراءة والكتابة. ومن هنا فإن النبي الذي لم يقرأ ولم يكتب، بحياة النبي ما قرأ شيء ولا كتب شيء، حتى لا يتهم بأنه جاء بالقرآن من الكتب الأخرى أو تعلم عند الآخرين. لكن اسم هذا الكتاب، أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، اسمه مأخوذ من القراءة، قرأ يقرأ قرآنا أو قراءة، اسم هذا الكتاب هو القرآن. وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي كلمة اقرأ. النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب في حياته، كانت كلمة اقرأ هي أول كلمة سمعها من جبرائيل. وأيضا لعظمة القلم كما قلت، فإن رب العزة والجلال يحلف به، نون والقلم، ونون اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله اختصار نبي، يا نبي، قسما بالقلم، والواو واو القسم مثل والله، قسما بالقلم وما يسطرون. ثم لأهمية القراءة والكتابة، فإن التعلم حق من حقوق الأولاد على آبائهم، والتعليم واجب من واجبات الأبوين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من حق الولد على والده ثلاثة، أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ. هذه حقوق الأولاد. يعني غدا في يوم القيامة لو أن أبا قصر في حق أولاده في حق من هذه الحقوق، يعني أعطاه فرد اسم غير جميل ما إلى معنى، أو مشين، أو ما علم الكتابة، أو ما زوجه إذا بلغ، فإن من حق الولد يوم القيامة يقول: يا رب، أريد أن أستوفي حقي من أبي. القلم وسيلة خلقها الله لكي يتعلم به الناس. يقول تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم. بماذا؟ علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. في معركة بدر التي وقعت في يوم السابع عشر
من شهر رمضان المبارك، انتصر المسلمون كما هو معروف، واستطاعوا أسر مجموعة من زعماء قريش. ففرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل واحد من الموسرين منهم أن يدفع ما بين 1000 درهم إلى 4000 درهم حسب ثروته، ليفتدي بذلك نفسه ويعود إلى أهله في مكة. فلما قرر ذلك أجوا بعض الأسرى قالوا للنبي أنه احنا ما عندنا مال. النبي قرر من كان منهم يعرف القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة، وبذلك كان يفتدي نفسه من الأسر. وبذلك وضع النبي لأول مرة في التاريخ أساسا للاستفادة من الجنود الأسرى في مجال العلم والتعلم، وجعل ثمن الحرية هو أن يعلموا الآخرين. المشكلة اليوم أن أمة اقرأ لا تقرأ، أصبحت الكتابة عندنا شاذة والقراءة شاذة أيضا. ولذلك الكتاب إذا طبع 3000 نسخة من الكتاب وبيع منه 2000 نسخة، هذا يعتبر كتاب جدا ناجح. يعني في العالم العربي قرابة 200 مليون من العرب الكتاب العربي الجيد لا يطبع إلا كذا 1000، بضع آلاف فقط. وأرخص شيء في السوق هو الكتاب والقراءة والمطالعة. وبذلك فإن أمة اقرأ وأمة القرآن لا تقرأ. والغريب أنك تجد أن أكثر المسلمين اليوم عندهم مصدر واحد للمعلومة وهو السمع. يعني يعرفون القراءة والكتابة بس ما يقرون ما يكتبون، شيء غريب. يعني يفرضون على أنفسهم الأمية. أنا شاهدت بعض هؤلاء المتطرفين من الخوارج الجدد الموجودين في زماننا، هؤلاء يستغلون ماذا؟ يستغلون جهل المستمعين الذين لا يراجعون إلى الكتاب، يجي يتكلم يقول وذاك يصدقه. نحن عندنا مصدران من للمعرفة، مصدر ما نسمع ومصدر ما نقرأ، لكن هم عندهم مصدر واحد وهو ما يسمعون. حتى أن إسرائيل استخدمت خطة للهجوم على العرب، خطة واحدة مرتين ونجحت. وحينما قال بعضهم بعض الإسرائيليين لزعمائهم فيما بعد أنه كيف خطة مستخدمة سابقا استخدمتموها مرة ثانية، ما خفتم من الفشل؟ قالوا لا، لأن العرب لا يقرؤون. يعني ما يقرؤون حتى تاريخهم المعاصر، ما الذي جرى، كيف انهزموا في المعركة الأولى حتى يتخذوا إجراءات تمنع هزيمتهم في المعركة الثانية. قالوا لا، العرب ما يقرؤون، ما في مشكلة وياهم. هذا عيب أن أمة اقرأ لا تقرأ وأمة القرآن لا تستخدم الكتاب ولا تطبع من الكتب إلا شيء بسيط. تعرفون اليوم لكي يقيسوا الحضارة حتى يعرفون هذه الحضارة متقدمة غير متقدمة، من خلال مقدار استخدام هذا الشعب وهؤلاء الجماعة للورق، يقولون هذه حضارة متقدمة عن تلك الحضارة أو متأخرة عنهم. مقدار ما يستخدم من الورق أو أي وسيلة أخرى لنقل العلوم من خلال الكتابة، الورق، الأقراص اليوم المدمجة، هذه أيضا كتابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.